مساء الخير ومساء النور وفي ايد امينه الساعه 4 ويوم الاربعاء. هنبدا على طول واول فقره ليكوا يا ستات والتجاعيد. اكتر حاجه تضايق اي ست لما يطلع لها تجاعيد. النهارده هنتكلم عن التجاعيد، هنتكلم عن اسبابها، هنتكلم عن الوقايه منها، هنتكلم كمان ايه الروتين اللي نقدر نمشي عليه عشان ننعم مصر التجاعيد اللي طلعت ووقايه لتجاعيد تانيه، وايه المكونات اللي المفروض تكون في المنتجات دي عشان فعلا ما نشتريش اي حاجه على الفاضي. ضيفتي النهارده هي الدكتوره مايا عصام، دكتوره صيدلانيه وخبيره تحضير منتجات طبيعيه للبشره. مساء الخير يا دكتور، وازيك؟ اهلا بيكي يا امين. اهلا. طبعا التجاعيد اكتر حاجه اي ست ممكن تكون بتكرهها في الدنيا. اوكي، بنقف قدام المرايه طلع لي لأ لي، اسبابها ايه؟ ليه بيطلع لنا تجاعيد؟ ايه اللي بيحصل فينا عشان يطلع لنا تجاعيد؟ طيب بصي، هو الاول بيبقى فيه سببين، سبب من الجسم نفسه، من الطبيعه، يعني من كل ما بنكبر يعني. بنكبر، وده بيبقى ان احنا عندنا في طبقه، الطبقه الثانيه في الجلد اسمها الديرمس. دي فيها حاجتين، الكولاجين وحاجه اسمها الالاستين. الكولاجين ده اللي هو مسؤول بقى عن انه وشنا يبقى شباب وبلامبي كده وشكله حلو. احنا كل ما بيكبر بيبدا من بعد ال 25 سنه بيبدا ان احنا نفقد كل سنه 1% منه. من بعد ال 25. عشان كده ان احنا لازم ناخد حاجات بتحفز الكولاجين عندنا. تمام. تاني حاجه الالاستين ده اللي هو مسؤول عن الالاستيستي بتاعه الجلد، وانه احنا يعني مكان الفيشل اكسبريشن مطرح ما بنضحك او بنكشر بيرجع تاني الوش او الجلد زي ما هو. ده مع التعرض بقى للالترا فايولت اللي للشمس بيبدا ان هو يقل برده في الجلد، وبيعمل زي ترهلات مع الوقت. يعني نقدر نقول يا دكتور ان الشمس من اكبر الاعداء للبشره؟ جدا. دي اول أكبر حاجه العادة. واللي احنا بنكبر، احنا بنكبر مش فيش في ايدنا اي حاجه نعمل، يعني ممكن نقول هي جينات، يعني في ناس جيناتهم بتبقى احسن طبعاً من جينات في الكبر. طيب اللايف ستايل اللي احنا عايشينه، اللايف ستايل طبعا اول حاجه زي ما انت قلتي الشمس دي. اول حاجه، وكل وقت الشمس بيبقى اشعتها المضاءه بتزيد اكتر. فدي دي اول سبب. تاني سبب طبعا بقى التدخين، السهر، الموبايلات على فكره، النوم بالميك اب الجميل اللي بيعملوه. انا ما بصدقش نفسي النوم بالميك اب ده. النوم بالميك اب، وفي ناس بقى ما بتنضفش كويس بقى. والكلام ده ما بتنام، والصبح بقى يلا اي صابونه واغسل بقى وخلاص. اي حاجه هتشيل. طب دكتور، انت قلتي حاجه في الاول ان من 25 سنه احنا بنبدا نعجز، صح؟ ناس كتير ما تعرفش المعلومه دي، ناس بتفتكر لا ده انا لما ابقى عندي 40 سنه ولا 50 سنه ابقى افكر. من سن كام بتنصحي البنات دلوقتي تبدا تركز انها تستخدم حاجات انتي ايجينج او حاجات مضاده للتجاعيد؟ من 25. من 25 واحنا طالعين كده لازم. صدمتي البنات اللي قاعده دلوقتي، اصل الكلام ده زمان بقى. مش احنا خالص، مش جيلنا خالص يعني. طب دكتور حاجه ثانيه، انت طبعا ما شاء الله بتعملي الكريمات بنفسك وبتحطي المكونات الصح، ايه اللي بتحرصي عليه دايما المكون اللي لازم يكون محطوط في الكريمات الانتي ايجين؟ بصي اول حاجه انتي اوكسيدنت، اللي هي الحاجات اللي بتبقى فيها فيتامين اي مثلا، فيتامين يعني مش لازم بس اي، في اي وسي، في حاجات كتير قوي لازم تبقى موجوده علشان دي انتي ايجينج. تمام. الحاجه الثانيه انه المفروض في ثلاث مكونات بيبقوا دلوقتي اكتر ثلاثه تقريبا موجودين في الماركت. يعني ندور عليهم في اي برودكت، واحد من الثلاثه دول. في واحد اسمه اللي هو ريتينويد، اللي هو فيتامين اي، بيبقى جاي من فيتامين اي. تمام. في حاجه تانية اسمها سيرامايد، ده هو الحاجات دي كلها تبقى اوريدي موجوده في جلدنا، بس مع الوقت سيرامايد ده بيقل. اوكي. والحاجه اسمها الالفا هيدروكسي اسيد، دي منها الجلايكوليك اسيد. يبقى فيهم التلاتة يا دكتور ولا حاجه منهم؟ لا حاجه، مش طب ممكن تقوليها تاني عشان الناس حرام بتروح تشتري كريمات، على الاقل اقلبوا المنتج يا جماعه وشوفوا المكونات بالزبط دي موجوده ولا لا. ممكن تقولي تاني يا دكتور معلش؟ الريتينويد اللي هو فيتامين اي دريفاتيف. تمام. بيبقى فيه مكتوب ريتينول، ريتينويك اسيد بيبقى مكتوب كده. تمام. او في سيرامايد، سيرامايد اوكي، او جلايكوليك اسيد اللي هي الفا هيدروكسي اسيد، منها الجلايكوليك اسيد يعني تحديدا. وممكن لو دكتور لازم حاجه من دول، ولا ممكن الروتين بتاعنا كله يبقى مثلا في التونر في حاجه، في الكريم في حاجه، في السيرم في حاجه؟ طبعا ده احسن، ده احسن يعني طبعا ان احنا نوزع دول في بشكل مختلف، وطبعا عشان يبقى روتين كامل بالظبط. والانتي اوكسيدنتس يعني في ناس طبعا دلوقتي فيتامين سي ده اساسي في الروتين بتاعنا.